بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طلابي الأعزاء، نواصل في درس العلم والتقنية والمجتمع، وهذه الحصة الثالثة في هذا الدرس. تحدثنا في الحصة الماضية عن العلم في الحياة اليومية، ووضحنا أهميته ودور الاكتشافات العلمية في توفير المنتجات الجديدة التي تجعل حياتنا أكثر رفاهية وأكثر راحة، كما تحدثنا عن دور التقنية في تقدم المعلومات ونقلها، وكيف نستخدم شبكة الإنترنت وأجهزة الحاسوب وجميع الأقراص التي تخزن فيها المعلومات وتسترجع. بعض الأجهزة ذكرنا عدد كبير من الأجهزة التي تستخدم في حياتنا اليومية، مثل جهاز التحكم عن بعد وغيرها من الأجهزة والتقنيات التي وفرت لنا حياة أكثر رفاهية. حدثنا أيضا عن دور التقنية الحديثة وتطور العلم في الجانب الصحي، حيث أنها جعلت حياتنا أفضل من حيث الجانب من ناحية الجانب الصحي بتطوير تقنيات التشخيص والعلاج والجراحة. ذكرنا أن هناك أجهزة تقنية كثيرة سهلت عمليات الكشف والعلاج. تحدثنا الحصة الماضية أيضا عن أن المعرفة العلمية إنتاج تراكمي ولا تقتصر على جنس بشري ولا عمر ولا ثقافة ولا دين ولا عرق معين، وأن العلماء يضعون تصورات ونظم للتفكير في وصف المعلومات، فتظل قائمة ومعمول بها إلى أن يأتي ما يلحظها ويؤكد لغيرها، طالما أنها تفسر فتظل قائمة. اليوم سنتحدث عن استخدام المعلومات السابقة ونظرة للمستقبل على ضوء ما درسناه على العلم والتقنية والمجتمع. طيب، سنمر بعدد من الأسئلة نجاوب على هذه الأسئلة حتى نتمكن من معرفة ما فائدة استخدام المعلومات العلمية. ما هي الفائدة من استخدام المعلومات العلمية؟ تحدثنا طبعا فيما سبق أن المعرفة السابقة لها فوائدها، يمكنها أن تستصحب كل هذه الجوانب وأنت تفكر في إجابتك. ما الفائدة من استخدام المعلومات العلمية؟ طبعا عزيزي الطالب، نحن نعلم أن العلم يوفر الكثير من المعلومات المهمة التي يحتاجها الناس حتى يتخذوا قراراتهم، وقد يكون إذا احتاج أحدنا إلى دواء جديد يحتاج إلى العلم، وقد نحتاج إلى طريقة جديدة لإنتاج الكهرباء، هذه كلها تعتمد على تطور العلم. لكن قلنا يوفر العلم الكثير من المعلومات المهمة التي نحتاجها في اتخاذ قراراتنا أو لإيجاد دواء جديد أو لتطوير طريقة جديدة لإنتاج الكهرباء وغيرها من الأشياء. لكن العلم لا يستطيع أن يقرر ما إذا كانت المعلومات جيدة أم سيئة. نحن كمسلمين يجب أن نتوثق من المعلومات، ولكن كيف؟ ما واجبنا كمسلمين نحو المعلومات العلمية الجديدة؟ هل نأخذها كما هي، ولا يجب علينا أن نتخذ بعض الاحتياطات؟ طبعا لا يستطيع العلم أن يقرر هل هذه المعلومات جيدة أم سيئة، أخلاقية أم لا، لأن العلوم التجريبية أعزائي الطلاب لا تتعرض لمثل هذه الأمور، ولا يمكننا أن نقرر ضرر المعلومات الجديدة أو فائدتها للبشرية.
فقط يمكن أن نقرر ذلك إذا عرضنا هذه المعلومات على شريعتنا السمحة. فإذا توافقت مع الشريعة عمل بها، وإذا لم يتوافق فتوافق فلا. طبعا هناك الكثير من الاكتشافات وكثير من البحوث والاقتراحات العلمية لا تتوافق مع شريعتنا السمحة، مثل إيقاظ الأجنة وغيرها من القضايا، تأثير الأرحام للنساء الذين لا يستطيعن الإنجاب فتوضع نطفة في رحم آخر وتؤجر. وهذا طبعا فيه شيء كبير من اختلاط الأنساب، ولا زال الفقهاء يبحثون في مثل هذه الأمور وغيرها. إذن يجب علينا أن نضع كل المعلومات في ميزان الشريعة السمحاء، فإذا توافقت فائدتها مع البشرية ولم تتعارض مع الشريعة يعمل بها. يمكننا أن نقرر ضرر المعلومات الجديدة وفائدتها للبشرية عندما نعرضها على شريعتنا السمحاء. عزيزي الطالب، يمكن أن تفكر في عدد كبير من المواضيع التي يمكن أن يرفضها الشرع وهي قائمة، بالذات في الجانب العلم الوراثة. ونسمع جميعا عن التحوير الوراثي الذي أصبح في النباتات لتطوير الإنتاج وغيره، ولكن هذا التحوير بالتأكيد لا يصح أن يتجرب على بني البشر. رأي بعض الفقهاء أن هذا تقييم في خط الله. طيب، نعلم أننا يمكن أن نتحصل على المعلومات من الإنترنت. هل جميع المعلومات الموجودة على شبكة الإنترنت صحيحة؟ لقد تحدثت عن هذه النقطة في بداية هذا الفصل الدراسي. في بداية هذه الوحدة تحدثنا أن من ضمن مصادر المعلومات السابقة هي شبكة الإنترنت، ولكن هذه الشبكة من عيوبها أن عدم الدقة في المعلومات، لأن كل من هب ودب يمكن أن ينشر في شبكة الإنترنت. لذا يجب أن نتوثق ونتأكد من صحة المعلومات في هذه الشبكة. هذا كل ما يمكن أن نقوله عن استخدام المعلومات العلمية. فإن من استخدام المعلومات العلمية يوفر العلم الكثير من المعلومات المهمة التي نحتاجها في اتخاذ قراراتنا أو لإيجاد دواء جديد أو لتطوير طريقة جديدة لإنتاج الكهرباء مثلا، وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تريد على ذهن. أيضا يجب أن نقرر ضرر المعلومات الجديدة وفائدتها للبشرية إنما نعرضها على شريعتنا السمحاء، ويجب أن نضع كل المعلومات في ميزان الشريعة. وأيضا يجب التحقق من دقة وصحة المعلومات على الإنترنت نظرا للمستقبل. نعلم جميعا أن المختبرات الحديثة مكنت العلماء من تتبع مصادر المرض، مثل ما يبحث العلماء الآن عن مرض كورونا وغيره. ولكن في ما تحدثنا عنه عن بحث أحمد وبدر، بكرت المختبرات الحديثة العلماء من تتبع مصادر المرض أو حل كثير من المشاكل العلمية الأخرى. فالسؤال، كيف غيرت التقنية الحديثة طريقة العلماء المعاصرين في البحث وحل المشكلات؟ طبعا هنا أحمد وبدر اكتشفوا أن التقنية غيرت طريقة تتبع العلماء المعاصرين لمصدر المرض، إذ ساعدتهم المعلومات الجديدة عن البكتيريا. طبعاً الاكتشافات الحديثة والمعلومات التي توفرت عن البكتيريا أفضل مما كان في قبل، عندما كان يبحث العلماء عن أو دكتور سنو كان يبحث عن مصدر مرض الكوليرا. هنا المختبرات أفضل والمعلومات عن المخلوقات الدقيقة أصبحت أفضل. أيضاً الأدوات والأجهزة الحديثة توفرت، ومنها تلك التي استخدمت أو تستخدم إلى الآن كالمجاهر وغيرها. تستخدم الحاسوب أيضا في عمل النماذج ثلاثية الأبعاد لهذه المخلوقات الصغيرة مثل البكتيريا والفيروسات وغيرها من الأشياء.
وصنفت هذه المخلوقات الصغيرة في مجموعات ووضع كيف كل مجموعة أو صنف قد يشترك في خصائص في طريقة نقله للعدوى. ممكن جميعنا لاحظنا هذا في تتبع مرض كورونا عندما عرف من شكله أنه يتبع لمجموعة معينة كانت كورونا أصلا اللي هي الفيروسات التاجية، وعلى ذلك استنتج العلماء كيف ستنتقل العدوى مقارنة بغيرها من الفيروسات التاجية. طبعا العلماء حاليا بيستخدموا الهواتف النقالة والحواسيب والإنترنت للتواصل فيما بينهم، فهذا شيء مما أضافته التقنية الحديثة للعلماء المعاصرين وميزتهم عمن قبل. طبعا تقنية المعلومات أدت إلى شيء يعرف ب الانفورميشن تكنولوجي. الانفورميشن تكنولوجي اللي تقنية المعلومات أدت إلى ما يعرف بالعولمة، وهو على معناه الصغير الانتشار العالمي الواسع للمعلومات. الانتشار العالمي الواسع للمعلومات، هذا هو المجهر كواحد من التقنيات التي ساعدت في التعرف على أنواع البكتيريا المختلفة. طيب هذا هو الملخص، بعض النقاط المهمة، وذكرنا الكثير في داخل هذه الدروس وهذه الاكتشافات الجديدة لتقنيات جديدة تجعل حياتك أكثر راحة ورفاهية. ساعد تقدم التقنية الكثير من الناس على التمتع بحياة أكثر صحة. في الجانب الذي تحدثنا فيه عن المعرفة كانت كإنتاج تراكمي، قلنا أن المعلومات عامة تغير نظرة العلماء إلى العالم، مثل ما ذكرنا أن في البداية صنفت المخلوقات الحية إلى نباتات وحيوانات فقط، والآن تغيرت هذه النظرة كما لاحظت في دراستك السابقة في الصفوف السابقة في مادة العلوم. لا تقتصر الاكتشافات على الجنس أو العرق أو الثقافة أو فترة زمنية معينة، قلنا أنت في عمرك ممكن أن تكتشف وتبتكر وتتقصى وتصل إلينا بنتائج جديدة. تساعد شبكة الإنترنت على سرعة انتشار المعلومات، ولكن ينبغي التحقق منها. كما قلنا أن الحواسيب تستخدم لعمل النماذج في مجالات العلم كافة، وهذا ما أفادنا الآن وميزنا عمن قبلنا في سرعة التعامل مع المشاكل العلمية. أدت تقنية المعلومات إلى انتشار المعلومات على نطاق واسع في العالم، وهذا ما جعل العلماء يتواصلون فيما بينهم. طبعا طلبت منك أن تقول تمر نفسك في عدد من الواجبات. سنمر اليوم حتى نتأكد من إجابتك، وإذا كانت الإجابة خاطئة حتى تصحح معلومات. حدد إحدى إسهامات العلم أو التقنية التي تساهم في تحسن صحتك. كثيرة طبعا الأشياء التي تساهم في تحسن، مثل العقارات الجديدة والأدوية، طرق الجراحة ثم تطورها، بالإضافة إلى يمكن نضيف عليها الأجهزة التي تستخدم في الكشف والتشخيص. السؤال الثاني، استنتج ما الذي جعل العلماء يغيرون نظرية قديمة عمرها 100 عام؟ ما الذي يجعل العلماء يغيرون نظرية قديمة عمرها 100 عام؟ هل أصبحت هذه النظرية غير لائقة؟ ما هو الشيء الذي حدث؟ قد أثبتت المعلومات الجديدة ممتاز أن النظرية خاطئة، أو جعلت العلماء ينظرون إليها بطريقة مختلفة. عمل قائمة بخمس طرائق تمكن العلماء من التواصل. طبعا الإجابات كثيرة، لكن على رأسها المقالات المنشورة والكتب والإنترنت والمحاضرات والحواسيب. صيف تقدم تقنيا يجعل حياتك أكثر متعة، طبعا في هذا الجانب الإجابات مختلفة. وما الاكتشافات التي ساهمت في تطور هذه التقنية؟ حسب التقنية التي ذكرتها ستتنوع الإجابات، لكن أهم شيء أن نذكر ما الاكتشافات التي ساهمت في تطور هذه التقنية، لتأكيد أن التقنيات تتطور باكتشافات معينة وببحوث معينة. وضح لماذا تعد أنظمة الاتصالات الحديثة مهمة للعلماء في أنحاء العالم. والغرض الأساسي من استخدام أنظمة الاتصالات هو التواصل بين العلماء ونشر البحوث وغيرها من الأشياء. لأنها تسمح للعلماء بالتواصل ونقل أبحاثهم واكتشافاتهم بسرعة. في بداية الفصل طلبت
منك عزيزي الطالب أن تتهيأ للقراءة بوضع موافق أو غير موافق على كل عبارة. تابع معي عزيزي الطالب اليوم لنرى هل كانت إجاباتك صحيحة وما كان خاطئا فيها. نرجع إلى الدرس ونعيده ونشاهد ما الذي جعلنا نفكر بهذه الطريقة. السؤال الأول: يستخدم العلماء عادة معرفتهم السابقة لتوقع النتائج التجريبية. وهل بقيت الأسئلة؟ والسؤال الأول: بالتأكيد العلماء يستخدمون معرفتهم السابقة، وتحدثنا عن ضرورة استخدام المعرفة السابقة، فمن جوابها بغير موافق يرجع ويؤكدها ويركز على هذه المعلومة. السؤال الثاني: يفضل معظم العلماء أن تبقى اكتشافاتهم سرية. تأكيد لا، لا يكتم العلماء سر اكتشافاتهم، بل يشتركون فيها في المجلات العلمية أو المجلات الدورية، وطبعاً يناقش غيرهم من العلماء فيما توصل إليه من نتائج. السؤال الثالث: هناك طريقة واحدة فقط للمنهج العلمي في حل المشكلات. هل هناك طريقة واحدة فقط؟ غير موافق، تحتاج المسائل المختلفة إلى طرق علمية مختلفة. قلنا كله في أشياء مشتركة، لكن في تفاصيل تختلف من بحث للآخر على حسب نوع البحث. من يبحث في التاريخ غير من يبحث في مرض أو مجال علمي. سؤال أربعة: الملاحظة هي الطريقة الوحيدة التي تؤدي إلى الاكتشافات العلمية. تأكيد غير موافق، لأن الملاحظة جزء من البحث الوصفي، التجريبي يعتمد على التجريب مثلا. خمسة: التجربة المخطط لها بصورة جيدة تحوي متغيرا واحدا فقط في كل مرة، وهذه بدون جدال هي موافق لأن تحدثنا عنها كثيرا هذه المرة. ستة: يعد العلماء يعد العلماء إعادة تجربة ضياع للوقت. تأكيد غير موافق، يجب أن يقوم العلماء بمحاولات عدة لتجاربهم لكي يضمنوا الحصول على نتائج مثالية. سؤال سبعة: يعد الشخص عالما إذا تخرج من الجامعة فقط. طبعا لا، أي شخص يمكن أن يكون عالما. ثمانية: يضمن النظام العالمي للوحدات التواصل الصحيح بين العلماء. موافق، حتى يهدر ماله ويهدره لذلك. تسعة: إذا لم تتحقق التجربة أو لم تحقق التجربة فرضية من الفرضيات التي وضعناها، فلن يستفيد العلماء منها شيئا. قلنا لا، يمكن أن يتعلم العلماء كيف ينقحوا تجاربهم أو فرضياتهم. عزيزي الطالب، تابع معي على المنصة حتى نشاهد ما الواجب.